شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجمع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ، مؤكدا أهمية المشروع في تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وفتح الأفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الشاملة. ووجه الرئيس السيسي الدعوة للقطاع الخاص للمشاركة في جهود التنمية لتعظيم الاستفادة من المشروعات التي تنفذها الدولة كمشروع الرمال السوداء عبر إدخال المزيد من الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء، مشددا على ضرورة الحفاظ على البيئة وسلامة العاملين في المشروع كونه يعكس جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. قال الدكتور حامد ميرا رئيس هيئة المواد النووية خلال افتتاح مجمع الرمال السوداء إن الرمال السوداء تذخر بالعناصر الأرضية النادرة والتي تمثل عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي. وأضاف رئيس هيئة المواد النووية أن عوائد مشروعات القيمة المضافة تصل إلى 6 مليارات دولار بمشروع البرولوس فقط، مؤكدا أن مصر تمتلك احتياطيات تصل إلى 5 مليارات طن من الرمال السوداء على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط. قال رئيس الشركة المصرية للرمال السوداء اللواء مجد الطويل إن المشروع يهدف إلى إقامة مجمعات صناعية جديدة، حيث تمتلك هذه المعادن طيفا واسعا من التطبيقات الصناعية بالإضافة إلى قابليتها للمعالجة وتعظيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة، فضلا عن تحقيق عائد اقتصادي وتوفير عملات أجنبية من خلال تغطية السوق المحلي من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض وتوفير 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها المشروع. قال رئيس مجلس إدارة شركة مينرال تكنولوجي الأسترالية أندرو فوستر إحدى الشركات المنفذة لمشروع مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء في البرولوس إن الشركة فخورة جدا بالمشاركة في هذا المشروع المهم الذي سيحقق لمصر فوائد كبيرة في الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات لتصبح مصر جزءا من صناعة الرمال السوداء العالمية. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث التصدي للأخطار التي تهدد الأمن القومي الروسي في مجال الهجرة. وخلال الاجتماع اقترح بوتين إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات التي انضمت حديثا إلى روسيا، مضيفا أن نظام كييف يقف وراء التفجيرات الأخيرة في جسر القرم. أدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تجدد عمليات قصف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بواسطة طائرات مسيرة، مشددة على أن قصف البنية التحتية يعد من الأعمال الإرهابية التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب. عقدت مؤسسة حياة كريمة ندوة توعوية بجامعة السادات بعنوان تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بحضور كثيف من الطلاب وأعضاء مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك ضمن سلسلة من الندوات التوعوية بالجامعات المصرية للتعريف بالجهود التنموية والشبابية في إطار المبادرة ونشر قيم العمل التطوعي والخدمة المجتمعية لدى شباب الجامعات. We'll be right back.